الأول من أكتوبر هو التاريخ الذي أقرته اللجنة الانتقابية الوطنية المستقلة سينين لبدء عمليات التسجيل للإحصاء الرقمي، وعليه فقد أطلق مندوب اللجنة الانتقابية الوطنية المستقلة بوداء يوسف عبد صلاح عملية السجل الانتقابي بالولاية. رئيس اللجنة الانتقابية المصغرة الدكتور محمد المهدي أحمد قدم كلمة رحب فيها الحضور، وقال أن هذا الحدث جاء بجهود من السلطات العليا بالبلاد، وذلك من أجل الديمقراطية الحرة في تشاد. وهذا الإحصاء يقص المواطنين الذين بلغوا سن 18 وكذا التشاديين العائدين من مناطق مختلفة، حاسا إياهم بالتقرب إلى مكاتب التسجيل لإحصاء أنفسهم، مناشدا جمعيات المجتمع المدني والصحافة والأحزاب السياسية بالمساهمة في توعية المواطنين، كما طلب من العاملين في قطاع التسجيل الانتقابي تسقير قدراتهم لرفع تحديات العمل. يوسف عبد صلاح مندوب اللجنة الانتقابية المستقلة بوداي أثناء كلمة الانطلاق الرسمية لعملية السجل الانتقابي أكد على استكمال الاستعدادات مسبقا وكذا جاهزية العاملين في القطاع، وبهذا أعلن بداية الانطلاقة الرسمية لعملية السجل الانتقابي بالولاية. وبعد عملية التسجيل صرح حاكم ولاية وداي عن شعوره: كل مواطن شادي له حقوق، وزي ما عارفين أنا يعني من ضمن الناس اللي بخصهم الريسانسيمان ده، لأن أنا كنت في 2015 ريسانسي في جمينة، وهسا أنا والي هنا في دار والداي. إذن ده الريفيزيون عن الفيشي، وأنا من الناس اللي انتقلوا من منطقة لمنطقة. كما عبر رئيس البعثة لعملية التوعية للإحصاء الانتقابي بوداي المستشار علي عبد الله عن انطباعاته: طبعا شعور ارتياح، لأن دي عملية مهمة جدا جدا بالنسبة للانتخابات. نتمنى أنه كل الناس المعنيين بهذه المراجعة يمرقوا كتار عشان يسجلوا. وتجدر الإشارة بأن أول عملية تسجيل الانتخابات بدأت بتسجيل والي ولاية وداي الجنرال إبراهيم سعيد محمد.